السلام عليكم ورحمة الله. السلام وبركاته. ألف سلامة. بارك الله فيك شيخنا والحضور. الشيخ، سؤالي: ما حكم صيام من يمسك الإناء سواء كان طعاما أو شرابا في يده إلى أن يؤذن للفجر، وإذا أنكر عليه يقول أني لدي رخصة؟ شكرا. حياك الله، ذكرت هذا قبل قليل، وذكرت بأن الناس طرفي نقيض، وهذا النوع حقيقة مما يعني هو واقع في هذه المخالفة. ولذلك جماهير أهل العلم على أن من أمسك الإناء منتظرا الأذان فإذا أذن شرب أنه قد أفطر ويقضي هذا اليوم. ونحن ذكرنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأن فهم العلماء لهذا الحديث أن الرجل رفع الإناء، كان بيدي فرفع الإناء للشرب فأذن، قال يكمل عليه الصلاة والسلام. أما قضية والله يمسكه حتى يؤذن، لا، هذا أخطأ وعليه القضاء.